العريض، حضرت الأغاني وغاب الجمهور. هل تسرعت نور قمر في الصعود على كارتاج؟ هوني عبد جليل كارتاج، دونك نبداو بك. خلينا نشوف لي كارتون، تسيب ولا تخيب؟ تسيب تسيب، متفاهمين، على اليمين تسيب، على اليسار تسيب. نبداو بالايجابي، تسيب، علاش؟ انا شفت انه نور قمر دخلت في تحدي مع نفسها قبل ما تكون تحدي مع الركح الاثري نتاع كارتاج. هي راهي طلعت مش في مهرجان كارتاج دولي، راهي هذه ليالي تنظم خارج مهرجان كارتاج، الجمعيات تكري الفضاء من اجل احياء حفل خاص بها. حفل يكون عنده بعد تضامني، بعد ربحي، يعني كل جمعيه عندها الخلفيه نتاعها. نور قمر نعرفوها صغيره، طلعت مع كاظم الساهر. حتى كي جات باش تغني معاه في وقت من الاوقات، وقت اللي سالناه 2017 قبل الجايه هذه، غنيت معاها سيرسين انا بيدي اللي دخلتها. بعدين نور قمر دخلت في ثقافه الانتاج، هي طاقه صوتيه رهيبه. حقق الحق. أما أنك تتجاسري وتاخذ كارتاج، فهذا يعني تحدي أنا أحمده. لكن نور قمر مازالت ما تعرفش ثقافة شوارع لفيات الثرثارة، نور قمر مازالت ما تعرفش الساحة الفنية والساحة الغنائية، ثقافة التكمبين والتعرقيل والحسد ووضع العصا في العجلة. أكبر دليل قبل الحفل بشوية نور قمر الفرقة ما جاتهاش. لماذا يعلم الله؟ الفرقة ما جاتهاش. أي فرقة موسيقية، طفلة تعديت تبكي وتستنى في الفرقة الموسيقية، ما جاتش قبل الحفل باش تركح لي زانستريمون وكل شيء. فرقة خلصت ما خلصتش يعلم الله علاش وخرت. المدارس فارغة. نور قمر إحقاق الحق، يعني اسمها لا يغري بالذهاب. ما هيش إليمون دفونت، مش عنصر اللي تبيع باش العباد تمشي لها. بقى الجمعيه اللي برمجت نور قمر تعرف تبيع ولا ما تعرفش تبيع؟ اللي تراو فيه في كارتاج في غير كارتاج حكايه بيوع، مش حكايه بصفه تلقائيه. انت تقول ضحيه تنظيم. نور قمر ضحيه تصرعها وعدم المام الجمعيه اللي نظمت الحفل باسم نور قمر بثقافه، يعني كيفاش تنجم تجيب جمهور. واضح. به انت اما انا ابارك الخطوه نتاعها وماذا بيا، ما تقعدش غاديكا ولا تحبط وقلها راهو يعني ثقافه العرقله، هذا راهو الغذاء اليومي في الساحه الغنائيه في تونس، لازم تتجاوز. جليل هنا سامحني، لا باش نتفائل تجيس في النقطه هذه مع سي عبد الجليل، احنا ما نحكيوش على اداره الاعمال. اليوم هل انه نور قمر عندها اداره اعمال صحيحه تنجم تجاري معناتها الشونجمون اللي قاعده هي تو تعيش فيه ارتستيكمون على الجانب الفني والا لا؟ نور قمر ماهيش مقيمه في تونس وعندها اداره اعمال خارج تونس. باهي. في تونس عندها ما عندهاش يعلم ما نعرفش. إدارة الأعمال لدى الفنان التونسي، فنان تونسي راهو في هنا في القريب العاجل، كان وحده يلم كل شيء، ست جول من لافايت، هو اللي يعمل عقود، هو اللي يعمل ترانسبور، هو كل شيء. دونك مازالت لم تدخل في ثقافتنا. أنا علي قلت لهنا خيبة أمل لنور قمر، بلي بعيدا عن تلك التعريفات البالية بين ظفرين، أنه نقولوا طفلة صغيرة. ما عادش نجموا نحكيو على الصغر. وانك خديت سيغ لابروش بروفيسيونيلمون، معناتها اللي نحكيو تو في جانب مهني وامتهنت مهنه الفن والغناء، ما عادش نجم نقولوا صغير. ولهنا ادغار موران يقول لك لو جور تاخذ استقلاليه نتاعك الماديه والمهنيه راك خرجت من خانه الاطفال او الصغار. ما دامك تاخذ في كاشي وتخدم وتنتج وعندك برودكسيون، ما عادش نجم نقولوا صغير. جوست باش نصحوا شويه المفاهيم، خاطر انا في الخماضه اللي صارت نور قمر صغيره 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 كيما جوار دو فوتبول، نهار تصحح كونترا بروفيسيونيل ما عادش نجم نقولوا عليك صغير. فيلي هاز كوب دو موند 17 سنة. هاز اون بي سيكون فيلي دونك كوني تخيب في شنو؟ فيش تخيب؟ التسرع اولا. راهو باهي كي نتيب سله سله تنجم لهنا تقول لي تيان صبر باهي طلع، صبر باهي طلع في الركحه عام 94 عمره 27 عام. هذا ولا مي صابر كي طلع ركح قرطاج يعرف سي عبد الجليل وقتها عنده دوز البوم ناجحين. البوم في سنه 92 اللي هو البوم رحت وجيت، والبوم سنه 94 يا الله اللي هو عمل نجاح ساحق وعلى ضوء هو طلع ركح قرطاج. انت شنو حضرت باش تطلع؟ راهو انا لهنا اللي قلقني هو الاستسهال لركح قرطاج.
نور قمر استسهلت روك حكايه اكيد بالنسبه لي. بالنسبه لي استسهلت راه مش لاعب. انا اعارضك هنا نور قمر في الحفلات اللي تصير خارج كارتاج، خارج المهرجان. نور الجمعيات تمشي تكري كارتاج. نعرف حتى نقول لك بقداش يكريو. لا نعرف اسم جديد. قالوا لها اجا تغني. معاك. هي وقتها كلمت رؤوف ماهر، رؤوف ماهر عنده حفل نتاع تعاونيات. سمح كنت تنجم نرفض ولا هوني؟ فهمني هي كانت تنجم ترفض. هي الجمعيه ربما تقول لها تو نعبي لك الكارتاج وانت غني. تعرف باش ترجع معايا هوني سي عبد الجليل، باش ترجع معايا لاداره العمال عايش خويا. اليوم اذا وراك اداره عمال صحيح وثم جيستيون نتاع باركور ونتاع مسيره الفنان، قول لك شد شويه فرانات راهو تو مش وقت باش نجمو نحكيو. في نفس نخدم معاك جوست خاطر مهم ياسر يا ميسا. انا تمنيت ان صبرت شويه خاطر الركح قرطاج راه مش لعب. يهديك راه انت جاتك كرتوشه حاجتين، يا اما تستغلها مليح وتكون عندك بون وقفزه باش بعد تتحل الجوانح نتاعك فنيا ومسيره فنيه زاد، والا تجيك ضربه على اليدين. انا اللي حسيتها لهنا اونيتمون نور قمر في حضورها اليوم في كارتاج جات ضربه مش تعاود ترجعها برشا تالي وممكن تهدم اللي بناته. هذا رايي. في نفس الاطار سامي لوفي كان هبط تدوينة وكان قال هي مخاطره ومغامره لا يجرؤ عليها ولا يستسهلها ولا يجازف بخوضها عديد الفنانين الكبار. دونك هوني نفس رايك انت تخيب. نختم معك. انا بالنسبه لي انا تصيب. تصيب انت. انا أيوه؟ تصيب. أيوه؟ بالنسبه لي انا من اجتهد وصاب فله اجرين ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. بالنسبه للطفله قالت صغير مش صغير ابريتو ستين جون. احنا انا بيرسونيلمون شجع الشباب باش يدخل في روك كارتاج كما قال سي عبد الجليل، ماهوش مهرجان كارتاج.